حبيك سوريا. رغم صعوبة النطق لديه، تبقى سوريا أول خاطرة تدور في ذهن نادر. نادر صاحب 21 عام، شاب رهن نفسه للوطن وقدم حياته وجسده فداء لبلده، ولم يمنعه سنه الصغير من التطوع ليكون إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. آخر مهمة كنت عم بحكي معه: بابا دير بالك على حالك، اصحى كذا، يعني رفقاتك هدول خليك معهم، وين بيروحوا بتضل معهم. لأنه أنا كان عندي شعور، هو كان طبعا يعطيني إياه الشعور هذا، أول واحد يكون، أول واحد يكون، يعني مثل ما بيقولوا بالعامية إنه يطحش ويفوت أول واحد. أنا قال له: بابا خليك مع رفقاتك، لأنه كان بأثناء اللي تصاوب أنا أمه قلبنا نائزنا، إنه خلص قلبنا، يعني قامت الولد بده يتصاوب، ما في كلام يعني. سبحان الله، هو بعت رسالة لأمه إنه ديري بالك على خطيبتي وأنا بجوز ما عاد أرجع وكذا. يعني الحمد لله ماشي الحمد لله الحمد لله. تلتف عائلة العم أبو نادر حول ابنها المصاب لتعطيه في كل يوم أملاً بالحياة وتقدم له الرعاية والحب. كان ما بيحكي أبداً على الإشارة، ويا دوب يعني تفهمي عليه، عرفتي شنو؟ يعني بعد جهد أكثر من 10 دقائق وأنت عمالك تستوعب عليه لحتى تقدر تفهم عليه. ضلينا فترة تقريباً شي 5-6 شهور وأكثر كمان، وبعدين الحمد لله أنه أخذته على منظمة أمان، والحمد لله هنيك يعني تعبوا معه، اشتغلوا معه يعني شوي شوي. هو ما عنده احباط نهائي، نفسيته مرتاحه تمام الحمد لله، لان احنا عاملين له جو بالبيت انه ما يتضايق ما ينزعج. وين بدك تروح؟ اذا بدك باخذك بحطك انا بالسياره باخذك وين ما بدك. ذكريات اليمه يحاول نادر ان يمحيها من ذهن اهله بابتسامه امل يظهرها لهم في كل وقت. لما اول مره وقف فيها احنا ما صدقنا، والله صرنا نبكي، يعني نهاره كان يعني شغلة ما منتوقعها أنها تصير. وقت بلش بمنظمة آمال، بعد شي 8-9 أشهر أول كلمة نطقها إجا على البيت كان عم يقول بابا. شهداء أحياء حاربوا ببسالة، عاشوا ألم فقدان أصدقاء السلاح، وضحوا بأجسادهم ليبقى الوطن عزيزا منيعا على الأعداء. هم منارة وشاهد حي يروي لنا معنى الفداء.